أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قيمة مناقشة قانون المحليات تتلخص في كونه استحقاقا دستوريا منتظرا. وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري أشار النائب عمرو درويش إلى أن المحليات تمثل وجهة التعامل المباشر بين المواطنين وأجهزة الدولة التنفيذية. أنا في تقديري الشخصي أعتقد يعني أنه النظام الأمثل في ذلك هو النظام الأغلبي، متمثل في أنه يبقى فيه قائمة مطلقة مغلقة عشان تقدر تستوفي فيها الضوابط الدستورية المحددة، مع جزء يعني يقترب من حوالي 25-30% على المقاعد الفردية، لأنك أنت طبعا يعني هتجابه بمشاركة عريضة جدا من قطاعات كبيرة جدا في المجتمع هتحب أنها تشارك في مسألة المحليات. فبالتالي قيمة مناقشة هذا القانون أنه طبعا استحقاق دستوري الناس منتظراه، قيمته أنه هو وجهة مباشرة ما بين تعامل المواطن والدولة متمثلة في الجهاز التنفيذي. فبالتالي احنا بنقول وشايفين أنه مهم جدا أن يصدر في أقرب وقت، وأعتقد أنه المناقشات الحالية هتسفر، وأتمنى ذلك أن يكون في حالة من التوافق عشان يسمح بشكل كبير جدا لكل التيارات السياسية والمختلفة الأيديولوجيات والاتجاهات أن هي تكون مشاركة في أعمال مجالس المحلية الشعبية المنتخبة.